الذي لا يستطيع ان يعبر هو يستطيع ان يتكلم لكن لا يتكلم يا طبيب ومسلم مسلم طيب غيره مؤمن ناقص الإيمان. هذا النمر الثاني مؤمن كذوب وشرب الله. إذا أئمة الكفر على فرعون على إبليس على إبليس يعتقد لكن ما صرح بلسانه فرعون يعتقد وما صرح بلسانه إذا هذا معنى أننا لسنا أهل بالفتوى النفتي يحرم بحقنا وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول الكتاب.
واحكامها ما لم تنشر. وان القران ناشر لتلك الكتب. ثم الايمان بالانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. انبياء عليهم الصلاه والسلام نؤمن بانهم عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاه والسلام. وأن الله أرسلهم أوحى إليهم وأيدهم بالآيات وأنهم مدوا الأمان ونصحوا الأمة وبلغوا وجعلوا كل حق مليان نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وبمعلم الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته والآية التي أنزل الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنه وأن أول الأنبياء آدم عليه السلام وأول الرسل نوح عليه السلام وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة والسلام وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب وكافر. نعم. الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر. يتضمن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. الإيمان بالآخر شيء بالتوردي لاكسو قبيشو شاكسو شاكي شاكي كويس. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر. بالتوردي لاكسو شاكي قبيشو شاكي إيمان بالآخر نوتو. خروج الروح مثلا. وقبض الملائكة الثاني الكتابة أن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء أن تقوم الساعة. الثالث الكتابة قلنا الثالث المشيئة أن للعبد مشيئة وإرادة لكن تحت مشيئة الله النافذة كما شاء الله سبحانه وما لم يشاء فليكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. مشيئة وطاط إتشاء المشيئة هي إتشاء وطاط الله لتبقى من شنو هذا تقدير قوي إليه إبن لكم إذا كنت شايف شيء يوتي مشيئة الله لتبقى الله يتبقى الله يتبقى الله
আল্লাহর মাশিয়াতের উপর এই বিষয়গুলি সেগুলো সম্পর্কিত আল্লাহ মাশিয়াত বা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। الشرك الأصغر فهذا السبع عليه السلام إذا مات عليه معذب بقدر شرك ثم يدخل الجنة.
আপনাদের দ্বিতীয় শিল্পী দেশে কাজে আসেন তিনি তাকে শান্তি দেওয়া হবে তারপর শান্তি ভোগ করতে লাগবে شروط الصلاة وأركان